اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات اعلى 10 نيتشات اسبوعيه. في سلسله الحلقه دي بنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه، والحلقه دي بتنزل كل يوم اربع وبتكلم فيها على خمسه ايفر جرين نيش وخمسه ترندنج نيش. وبما ان النهارده الاربع 18/5/2022، تعالوا نشوف ايه النيشات اللي ممكن نصمم عليهم الاسبوع ده. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لي هنا في القناة، فأنا بعمل فيديوهات كورسات عن الاونلاين بيزنس وازاي تعمل فلوس على الانترنت، وبالاخص في البرنت اون ديماند او الطباعه عند الطلب، وكمان التسويق الالكتروني. لو انت مهتم بواحد من المجالين دول او عايز تعرف اكتر عنهم، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وزي ما بنقول بقى في كل فيديو في سلسله حلقات على 10 نيتشات اسبوعيه، انا علي اعمل الريسيرش على النيشات والمجالات اللي عليها منافسه قليله، وانت عليك تعمل الريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبعد كده تبتدي تصميم. فيديو النهارده فيه نيشات كويسه جدا جدا وهتفيدك لفترات طويله، فركز معايا في شرح النهارده ويلا بينا نبدا. اول نيش معانا الاسبوع ده هو everything I want to do is illegal، يعني كل حاجه انا عايز اعملها غير قانونيه او غير قانوني. طبعا النيش دوت الغرض منه غرض فني او غرض يضحك، ما هوش حاجه سيريس او حاجه جد، يعني مفيش حد بيكبر يقول لك انا عايز ابقى ايه، والله نفسي ابقى حرامي، يعني الموضوع ما بيمشيش كده. فهو دوت الغرض، نيش حاجه تضحك حاجه فني. المهم ان انت تطبق النيش دوت بطريقه التكست سبيس ديزاين، ما تحطش بقى عناصر كتير او عناصر ملهاش لازمه، يعني صور بقى الحرامي وصور لمخدرات مثلا. انا بعتبر الموضوع ده ملوش اي لازمه انك تحط اي اليمنتس ملهاش لازمه او ممكن تضر بفكره النيش نفسه. تكست سبيس ديزاين بس المهم تطبيقك ليها تكون شكلها كويس. واحد زي ده عمل طبق النيش بطريقه كويسه جدا جدا وفكره جديده، وتمشي على السكر وعلى تي شيرت وعلى منتجات ثانيه التصميم هيكون عليها شكلها كويس. حاول انك ما تعقدش الامور او ما تعقدش التصميم وتحط عناصر ممكن تضر بالتصميم نفسه او ممكن تخلي شكل التصميم بتاعك وحش. نيش التاني معانا ايه الاسبوع ده وهو you hear the music but you feel the bass. طبعا بيقول لك ان انت تقدر تسمع الموسيقى بس لما بقى في الموسيقى بيز انت بتحسها في جسمك، بتحس الهواء بيتحرك مع الصوت الغليظ بتاع البيز، بيحرك الهواء وبيخبطك في ايدك كده او بيخبطك في جسمك، هتحس بصوت البيز في جسمك مش بس تسمعه. دوت الغرض من النيش. بس في حاجه كمان لازم تعرفها هنا، لما تيجي تحط الكلمه تكس بيز زين هيكون كويس جدا في نيش زي دوت، بس لما تحط اليمنتس حاول ان انت لما تحط اليمنت تحط اليمنت لها علاقه بالبيس. زي ايه؟ زي البيس جيتار. في حاجه اسمها بيس جيتار اللي هو جيتار مخصص في بيطلع صوت البيس او بيتخصص في البيس في الباند او الفرقه الموسيقيه. بيبقى في جيتار عادي وفي بيس جيتار، وبعد كده في الدرمز، وبيبقى في اكتر من نوع من الانسترومنت، والبيس جيتار بيبقى اساسي في الباندز اللي بتلعب روك مثلا او حاجه زي كده. طبعا البيس جيتار بيبقى شكله عامل كده. طبعا دوت غلط، دوت الريجولر جيتار او الجيتار العادي دوت ما بيطلعش بيس، البيس جيتار هو اللي بيطلع البيس. لو انت تعرف اي اداه او اي تول او انسترومنت اداه موسيقيه تقدر تستعملها بتطلع برضو البيس، مفيش مشاكل تقدر تستعملها. لو انت ما عندكش بقى ومش قادر توفر اي اليمنت او عناصر، بتكون تكست بيس زين هيكون اكتر من كافي. وبالمناسبه البيس جيتار بيبقى عنده اربع اوتار بس مش سته او مش ثمانيه، اربع اوتار بس. النيش الثالث معانا الاسبوع ده هو right now all I want to do is graduate. طبعا كلنا عارفين في نهايه الفترات الدراسيه في عمرنا من ساعه ابتدائي لحد ما خلصنا جامعات، اخر فتره بتبقى دايما ستريسد ومرهق وتعبان ومتوتر وعايز بس تخلص، عايز تخلص الفتره ديت باي شكل من الاشكال، ما تبقاش عايز بقى تتكلم مع حد انا عايز اتخرج. هو دوت معنى النيش او ده الغرض مني. طبعا بما اننا في شهر نص خمسه، من نص خمسه لحد اخر سبعه دي فتره الجرادويشن في امريكا وفتره التخرج، فهتلاقي نيشات من دي كتير موجوده على مواقع برنت اون ديماند او على الانترنت بشكل كبير. تكست بيز ديزاين للنيش دي دوت هيكون اكتر من كافي. الفكره كلها في ان انت تعرف تطبق التكست بيز ديزاين ده بقى، تحط ارنمنتس او زينه، وطبعا ما تاخد بالك ان ديت ممكن تبقى مناسبه لكل الاعمار وكل المراحل السنيه، سواء من اول ابتدائيه لحد الجامعه، فحاول انت تعمل فرايتي او اكتر من تصميم على نفس النيش. النيش الرابع معانا ايه الاسبوع ده وهو summer adventure awaits campers، يعني المغامرات الصيفيه بتبقى منتظره الكامبرز او الناس اللي بتطلع كامبينج تريبس او رحلات
التخييم في مثلا الغابات او على الجبال او كده. طبعا نيش بيتكلم عن السمر او ميرج بين نيشين كبار زي السمر وزي الكامبينج، دول نيشين كبار جدا جدا، وخلال الفتره اللي جايه ناس كتير تيجي تطلع تعمل كامبينج، لان احنا خلاص داخلين على فصل الصيف، الناس بدات تخلص مدارس، الجامعات بدات تخلص، الناس بدات تاخد اجازات وعايز تطلع تتمشى او تعمل اكتيفيتيز بتاعت السمر، فمنها الكامبينج. فطبعا دي فرصه كويسه جدا انك تستثمر وقتك ومجهودك على اي نيش بيتكلم عن السمر او بيتكلم عن الكامبينج وعليه منافسه قليله، ده فرصه كويسه جدا جدا، وهتزود من ان شاء الله فرصتك في ان انت تبيع على النيشات اللي زي دي. تكست بيز ديزاين هيكون شكله كويس، بس اللي احسن منه انك تحط المنتس كبيره بقى زي الخيم او الجبال. تصميم زي ده تصميم رائع جدا جدا، حاطط تكست بيز ديزاين بس محوط الكلام بتاعه بجبال وشمس بخطوط بسيطه وسيمبل جدا، مخلي شكل التصميم رائع. هتلاقي بقى فيه افكار كتير جدا هنا، حاول انت تشوف ايه بقى المكتبه بتاعتك بتاعت الالمنتس او العناصر متاح ليك وايه اللي تقدر تستعمله علشان تعمل تصميم فعلا يقدر ينافس فيه نيل زي ده. النيش الخامس معانا الاسبوع ده هو ستريسد بلست اند كافي اوبسست. طبعا ستريسد يعني متوتر، وبلست يعني مبارك، وكافي اوبسست يعني مهووس بالقهوه. طبعا الغرض من النيش هو الصوت بتاع الاي اس اس اي دي لكل كلمه، الجزء اللي في الاخر دوت او الجزء المشترك بين الكلمات دي كلها، بتخلي الصوت بتاع الجمله او النيش شكله كويس او ملفت للانتباه سواء كان النظر او حتى كمان السمع. طبعا النيش دوت نيش بيتكلم عن القهوه، وطبعا ناس كتير بتحب القهوه، انا طبعا بحب القهوه، فحاول انت تعمل تصميم يكون تكست بيز ديزاين مع بقى الاليمنتس اللي لها علاقه بالقهوه. التصميم دوت تصميم سيمبل جدا جدا ويمشي مع البنات بشكل رائع. التصميم دوت تصميم برضه سيمبل وحلو جدا، اختياره الالوان مع الخطوط مع العنصر مخلي شكل التصميم كويس جدا جدا ويمشي مع الشباب وكمان يمشي مع البنات. هتلاقي فيه افكار كتير جدا جدا، بس انا شايف ان الاثنين دول اللي فوق كانوا انسب اثنين في النيش كله. في ناس عملت تصميم كويسه، مش بقول ان في الباقي تصاميم وحشه، بس انا شايف ان الاثنين دول هم اللي حطوا فعلا فكر مخلي شكل التصميم سيمبل او بسيط وفي نفس الوقت شكله كويس. الخمس نيشات اللي جايين ان شاء الله هيكونوا ايفر جرين نيش، خد بالك. ولو عجبك الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشير في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. النيش السادس معانا الاسبوع ده وهو ماي بيتزا جوكس ار تو تشيزي. طبعا كلنا عارفين ان نيش البيتزا منتشر جدا على الانترنت وناس كتير بتحب البيتزا، ما تقلقش في حد يعني ما بيحبش البيتزا. بس بيقول لك هنا ماي بيتزا جوكس ار تو تشيزي، كلمه تشيزي معناها جبنه، تشيز جبنه، والواي ديت في كتير من الجبنه محطوطه يعني، بس ديت لما طبعا عشان البيتزا بيبقى فيها جبنه يعني كتير وسايحه وكده، بس لما التشيزي تتقال على حاجه جماد زي مثلا حزام او قميص او جوك اللي هو نكته يعني، دي معناها ان هي مبالغ فيها او رخمه او ملزق يعني بالمصري يقول لك الواد ده ملزق او الحاجه دي حاجه رخمه يعني حاجه ملهاش لازمه. فدوت الغرض من النيش حاجه فاني، بيقول لك ماي بيتزا جوكس ار تو تشيزي كنوع من انواع من اللي قالوا ده اصلا جوك او نكته. تكست بيز ديزاين بقى مع الاليمنت اللي هو الاساسي طبعا بتاعنا اللي هو البيتزا هيكون اكتر من كافي في نيش زي دوت. صدقني انا شايف ان الوحيد اللي عمل تصميم شكله فعلا ملفت للانتباه هو الراجل دوت، الباقي كله تحس ان هم متشابهين، بس الراجل ده عمل تصميم شكله كويس، اختياره الالوان مع خطوط الاخضر الصغير في النص دوت مخلي شكل التصميم برضه كويس، ابيض مع اصفر وحط خلفيه سوداء اللي هو التيشيرت يعني لونه اسود، مخلي شكل التصميم كويس جدا جدا. حاول تيجي تعمل ريسيرش بتاعك وتشوف ايه اللي انت ممكن تعمله، ايه اللي ممكن تطبقه، وايه اللي ازاي تقدر تنافس في نيش دوت علشان تقدر تبيع عليه. النيش السابع معانا الاسبوع ده وهو ماي ماذر prayed فور مي. طبعا كلمه prayed مش هنا معناها ان هي تصلي اللي هو الصلاه بتاعتنا احنا كمسلمين، prayed معناها بتدعي، لما تقول انك بتدعي لحد ولايف I'll pray for you يعني هدعي لك، مش معناها ان انت هتصلي له. دوت بالانجليزي بتقول I'll pray for you اللي هو انا هدعي لك بمثلا الخير او كده. طبعا يجي دوت يمشي على كل الناس بقى سواء كان في الوطن العربي في امريكا اوروبا في اي حته، اكيد اي ام بتدعي لاولادها بالخير او تدعي لهم انهم يبقوا موفقين في الدنيا. ف نيش ده نيش كويس جدا جدا، عليه 220 ريزلت بس، ده فرصه ذهبيه وايفر جرين نيش هيفضل شغال معاك طول السنه. حاول بس تحط وقت ومجهود كويس في اختيارك للتصميم بتاعك سواء كان سمبل او سواء كان معقد، مفيش مشاكل، بس حاول ان انت تعرف ان اي تصميم هتحطه هنا هيفضل معاك طول السنه. حط شويه مجهود فيه في الاول علشان لما تستثمر في حاجه زي كده تستثمر صح فيجي لك نتائج ان شاء الله كويسه.
النيش الثامن معانا الاسبوع ده وهو الترا ميجا. طبعا ناس كتير مش تبقى فاهمه ايه الموضوع، فانا هشرح لك شويه كده. جو بايدن رئيس امريكا الحالي كان طالع في مؤتمر وبيقول ان في خطه هيعملها، وان هي الالترا ميجا بلان، وان هي هيبقى خطه كبيره بقى. الترا ميجا يعني حاجه كبيره جدا بقى. فطبعا من الناحيه الثانيه طلع ترامب قام متريق عليه، وطبعا خناقه كبيره معمول هناك، فما احملناش دعوه بالكلام دوت. وانا ما كنتش طالع النيش ده الحقيقه الاسبوع ده، بس انا لقيت ان ده رقم واحد على ميرش باي امازون. النيش دوت من اكتر النيشات اللي بتكبر بشكل كبير جدا على ريد بابل، من النيشات اللي شغاله برضو على كل مواقع برينت اون ديماند، مش بس ريد بابل او ميرش باي امازون. فانا حبيت اقوله خلاص، علشان لو انت شايف ان انت ممكن تقدر تصمم على نيش زي دوت، هو بس كلمتين الترا ميجا وتحط علم امريكا او اي حاجه لها علاقه بامريكا في الموضوع، مفيش مشاكل. مش حابب تصمم عليه برضو مفيش مشاكل، بس انا عملت كوبي رايت تشيك، والناس في ناس عملت تسجيل على الـ على الـ على الـ الكلمه، بس هيتفعل في شهر تقريبا 2 اللي جاي، يعني قدامك بتاع 9 شهور 10 شهور على ما اسمه ده الكوبي رايت يتفعل. فهتبقى كويسه انك تشتغل عليه، وبما انها رقم واحد او عليها فاس كبير ومشاكل وقلق كبير يعني، فممكن تبقى فرصه كويسه انك تدعم الستور بتاعك. النيش التاسع معانا بقى الاسبوع ده وهو الدوج جرومر. الدوج جرومر دي شغلانه بيبقى عامل كده زي حلاق بتاع الكلاب، اللي بيقص للكلاب شعرهم وبيخف مثلا الفرو. يعني في انواع من الكلاب شعرها بيبقى كثيف او هايش، هو بقى اللي بيقص الشعر دوت او بيعمل لها ستايل او وات ايفر بقى، هو يعني حلاق الكلاب من الاخر. في ناس كتير بتشتغل في الموضوع دوت، وفي شركات عملاقه على فكره في امريكا قايمه على الدوج جرومينج، وطبعا بيبيعوا بيت سبلايز، بس بشكل اساسي هم شغالين على الدوج جرومينج، وبيعملوا بقى ايه قصات وتسريحات غريبه للكلاب. المهم ما علينا، نيش كويس جدا جدا. ناس تقول لي عليه 9100 ريزلت، اشتغل نصمم عليه ازاي؟ ديت اللي احنا قلنا عليه النيش، في بعد كده سب نيشز ممكن تطلعها من النيش دوت، وتلاقي في افكار كتير هنا حلوه انت ممكن تصمم عليها. يعني مثلا لو جينا بصينا على تصميم زي دوت بيست فلافين جرومر ايفر، لو جينا بصينا على النيش ده اللي هو بيست فلافين جرومر ايفر، هنلاقي عليه 33 ريزلت بس، تمام؟ على الدوج جرومر نيش كبير عليه 9000، في السب نيش عليه 33000. فطبعا فرصه كويسه جدا جدا ليك انك تبتدي تصمم على النيش، النيش بتاع الدوج جرومنج، وتخش في السب نيش تشوف ايه اللي تقدر تصمم عليه وتعمله، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش العاشر معانا والاخير النهارده هو الجراديويشن او التخرج. طبعا هتيجي تقول لي عليه اكتر من ربع مليون ريزلت، ايه يا عم في ايه؟ اقول لك يا عم استنى بس دوت، زي ما انا قلت كده في النيش اللي فات ده النيش الاساسي. طب انا قايله ليه اللي معانا في الايفرجرين نيش؟ لان من نص خمسه لحد اخر سبعه، من نص خمسه لاخر سبعه دي فتره الجراديويشن او التخرج او المراحل الانتقاليه او الانتقال من مرحله لمرحله في امريكا. الناس بقى اللي في اولى ابتدائي رايحه ثانيه ابتدائي، اللي في ثالثه اعدادي رايح رابع اعدادي، اللي خلص ثانوي خالص وداخل الجامعه، اللي خلص جامعه اصلا كلها بتلم في الفتره ديت. والناس بقى بتبتدي رايحه بقى اجازه الصيف وداخلين على اجازه الصيف، وكمان المدرسين اللي بيدرسوا للطلبه كل المراحل بيكونوا خلاص برضو اخذوا اجازه الصيف بتاعتهم، وطالعين بقى برضو ايه يهافوا فان ويستمتعوا بالاجازه الصيفيه. طبعا ده نيش كبير وعملاق جدا، ومطبق فيه كل المراحل العمريه، كل المجالات اللي بتاعت الدراسه، سواء كان رجاله كبار مدرسين او دكاتره او مثلا معيدين في الجامعه، او حتى طلبه من كل المراحل. فنيش كبير جدا جراديويشن. هتيجي بقى تدور على السب نيشز اللي موجوده هنا، وتبتدي تشوف ايه هي الحاجات اللي انت تقدر تنافس فيها، تكون المنافسه فيها قليله زي ما شرحنا في كورس ريد بابل، وتبتدي تشتغل عليه، وان شاء الله تحقق مبيعات على نيش زي ده. وبكده خلصت حلقه النهارده. هسيب لك كل النيشات اللي اتكلمنا عليها في الفيديو هنا على الشاشه، بحيث تاخد سكرين شوت او تسجلهم عندك وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات اعلى 10 نيشات اسبوعيه، ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك على الفيديو وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد، ولان كل ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. لو عندك اي سؤال بقى في حلقه النهارده، في الحلقات اللي فاتت، او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيب لي تحت في الكومنت هنا على اليوتيوب، او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا برد على الكل، وان شاء الله ساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.